سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة من الهاتف على تطبيقكم سياش. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، سوف نضغط هنا على تطبيقات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على سياش خاص بكم، سوف نضغط هنا على إيقاف الإجباري، ثم سوف نقوم بالضغط على الموافقة، سوف نضغط هنا على مكان تخزين، سوف نضغط على مسح التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن سياج خاص بكم. سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم سياج. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديو القادم ان شاء الله.